احتفل مساء أمس المعهد الجامعي العالمي بتخريج الدفعة الثانية من طلاب المعهد في أقسام الإعلام والإدارة والاقتصاد، حيث ترأس المناسبة أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي دكتور حسين مسار حسين، وحضور أمين الدولة في وزارة إدارة الأراضي والرئيس المؤسس للمعهد دكتور محمد نظيف يوسف والعديد من المدعوين. تقرير محمد حسن آدم. كذا بدأت فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب المعهد الجامعي العالمي بتشاد، والبالغ عددهم 15 طالبا، 5 منهم في قسم الإعلام و10 في الإدارة والاقتصاد. هذا وقد تخللت المناسبة عدة مداخلات، منها كلمة ترحيبية للمدير العام للمعهد إبراهيم صالح، وتلته كلمة الخريجين الذين عبروا عن عميق شكرهم لجميع من لبى الدعوة، وكذا من ساهم وساعد في تذليل الأقبات وتوفير الوسائل المتاحة التي مكنتهم من الحصول على هذه الدرجة العلمية. كما جاءت كلمة إدارة الجامعة على لسان الدكتور عمر الدقو، والذي قدم سردا لتاريخ تأسيس المعهد في العام 2011 وإنجازاته في نشر العلم والمعرفة. راعي الحفل أمين الدولة في التعليم العالي في كلمته أكد بأن وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ستقف بجانب المؤسسات التعليمية العليا لتحقيق الأهداف الرامية إلى إعداد أجيال واعية وهادفة لضمان مستقبل البلاد. الآن أصبح التعليم العالي ثورة علمية في بلادنا. هذه الثورة، هذا التوسع، هذه النهضة العلمية قام بها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي كنو. أنا أقول ذلك للتاريخ، لأن هذا البلد بالعلم ينهض، كل الأمم قد نهضت بالعلم. واختتمت المناسبة بتقديم شهادات تزكية وتقدير لبعض من الأساتذة والباحثين بالمعهد، إلى جانب تكريم أمين الدولة في التعليم العالي والرئيس المؤسس للمعهد الجامعي الدكتور محمد النظيف يوسف.